السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أداة مجانية تقدر تضيفها للريفيت من خلال أوتلوك أبس. دي عبارة عن ديفايد فلور، يعني بيبقى عندك فلور كبير وانت عايز تقسمه لأجزاء. فزي ما انت شايف كده، كل اللي عليك ان انت هتختار الفلور وتقسمه حسب المساحات اللي بين الكاميرات بالشكل التالي. كل جزء هيبدأ ان هو يفصله عن الفلور الكبير. ممكن تعلم على كل الكاميرات مرة واحدة، هو يبدأ ان هو يقسمه. فدي أداة جميلة جدا وميزتها انها مجانية، والشركة اللي عاملاها اللي هي بيم استوديو عاملة برضو بعض الأدوات المجانية زي ريبار ايمج، زي ادفانسد ريبار ايمج كلر باي بارامتر، فتقدر ان انت تجرب التولز ديت.